دورة تدريبية للأعمال اليدوية أقامتها هيئة السياحة ومنظمة UNDP وAID من أجل تنمية مهارات المشاركات في صناعة وتطوير الأشغال اليدوية التي تحتل مساحة واسعة في الأسواق المناطق السياحية. هذه الدورة تخص النساء أكثر من الرجال، لأنه الأعمال اليدوية اللي يقومون بها النساء داخل المنزل أكثر، خاصة الخياطة، التطريز، الإكسسوارات، فهذه الدورة تتضمن هذه الأشياء واللي قامت بها حكومة كردستان وبمساعدة منظمة UNDP USAID. هو عدد المقدمين كان هواية، لكن خصصنا مجموعة اللي كانوا عندهم باكراوند بالأشغال اليدوية، اللي عندهم خلفية، فتقريبا 20 شخص اللي مشترك كلهم نساء أو يعني فتيات من عوائل من حلبشة. طبعا الدورة تستغرق 5 أيام، واللي هي عبارة عن برنامج حاطي مختلف باختصاصات مختلفة اللي تتضمن الحرق، الاكسسوارات، النقش والتطريز ووضع الاكسسوارات على الجاجم الكردي اللي معروف به الأكراد. حسب طلب المنظمة UNDP and USAID اجينا لهنا نسوي الدورة على مود خريجي المعاهد من ما يعني يستثمرون شيء لنفسهم، فسوينا هاي الدورة على مود تعليمي الأشياء الجديدة اللي يتعلموها على مود يصير براند مالتهم، مو أشياء بس الموجودة بالسوق، يعني فيسوون تغير بالمواد بالأشياء بالكواليتي، يعني شغل مو هيجي يخلصوها يبيعوها، يعني لازم يصير براند مالتهم على مود الكواليتي مال هاي الأشياء زينة. فأكثرية الطلاب اللي هنا اجوا خريجي المعاهد، خريجي المناطق السياحية، يعني يشتغل الدورة. والمشاركات تعتبرن الدورة مفيدة لتنمية وصقل مهاراتهن في الأعمال اليدوية، ومهارات المشاركات تجاوز المواهب لتصبح فناً وصناعة متقنة. مشاركتنا في هذه الدورة التي أقامتها مديرية السياحة بالتأكيد لها فائدة كبيرة لنا، فنحن من جروبات الأعمال اليدوية وخريجات معاهد وأقسام السياحة، كانت لدينا خبرة في مجال التطريز وتزيين الأكسسوارات، لكن في هذه الدورة وبمساعدة متخصصات في معهد فنون الجميلة تقوم المشاركات بزيادة المهارات وصقل المواهب من أجل التقدم في مجال الأشغال اليدوية والحصول على فرصة ومساحة أكبر في سوق العمل. الأعمال اليدوية من التحف والإكسسوارات والتي فيها طابع تراثي عليها إقبال كبير من قبل السياح، يشترونها ويقتنونها كتذكار تحمل معها ذكريات جميلة في المصايف والمناطق السياحية. لبرنامج نسمات زاغروس، أمير سليم، حلبشة.